كنتمنوا لي المغفره والرحمه للاسره الصغيره ديال الاسره الكبيره، وباسم الرابطه المغربيه للصحافه الرياضيه، وباسم النقابه الوطنيه للصحافه الاعمال الاجتماعيه، وباسم المجلس، راه عيطوا ليا وقال كيبلغوا التعازي للاسره ديال الفقيد، وانا لله وانا اليه راجعون. هادشي اللي سي العدلاني، انت سنوات طوال وعاشر شي سي زهير، وزهير كان ما عمرك تسمع منه شي حاجه، ما عمرك تسمع منه شي كلمه، ديما مسكين يضحك، ديما واخا كتضحك معاه ديما ديما هو مسكين ناش، ديما يضحك، ديما فين ما مشيتي كتلقى يضحك. لا سيرتو هو النهار الكبير عنده، هو نهار مجلس العماله ولا في العماله ولا في الجهه الدار البيضاء، كان ديما حاضر، ديما الاخبار عنده ديما فراس، ديما حاضر مع عندنا، وفي لهاد المهنه وفي الاخوان ديالو، راه كل الدار البيضاء كلها كتعرف. ان لله وان اليه راجعون. لله ما عطاه لله ما اخذ. زهير كان من اطيب خلق الله، وكان خلوق وكان بشوش، وكان عزيز عليه الخير للجميع الصغير والكبير، كان عزيز عليهم كلهم، يعني ما كيفرقش ما بين صغير ما بين كبير، واخا عنده مهني واخا ماشي مهني. ومسكين عانى كثير على البطاقه المهنيه، وفي الاخير هو في دار البقاء، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه.